بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وافضل حال. واخيرا يا شباب، الكتاب الاول لدفعة 2024 للعام والازهر في مادة الاحياء. كتاب بيشمل فصلين كاملين، الدعامة والحركة والهرمونات مع بعض. كل فصل في الكتاب يا شباب متقسم كالتالي: اولا الشرح، شرح المحاضرات زي ما بتتقال على السبورة بالظبط. ثانيا نوتس مهمة جدا جدا بعد كل محاضرة علشان تساعدكم على الحل. ثالثا الحل يا شباب، وده متقسم لكذا حاجة. اولا للام سي كيو او اسئلة اختر، اسئلة اختر متدرجة من الاسهل للاصعب. السهل علشان تطبق على الشرح على طول كواجب، والاسئلة مستواها بيعلى واحدة واحدة عشان حضرتك تتدرب على كل الاسئلة حرفيا من الاسهل لحد الاصعب. بعد الام سي كيو يا شباب هنلاقي الاسئلة المقالية، ودي اسئلة للعام وللازهر. وعلى ذكر الازهر يا شباب، كل الاسئلة تنفع للازهر لانه نفس المنهج عادي جدا. بعد ما يخلص الام سي كيو ويخلص المقالي هنلاقي اسئلة مخصوصة للازهر معمولة خصيصة للازهريين علشان الكتاب يتلائم مع العام والازهر ان شاء الله. احب اقول لكم كمان يا شباب يا احباب ان اي حاجه بنزودها في المحاضره بره المنهج بس بتتسال عليها في الكتب بتاعه الاسئله هتلاقيها متوضحه بالحرف في الكتاب بتاعنا، عشان بفضل الله بعد ما تشوف الشرح في الكتاب وتحل الام سي كيو ثم المقالي ثم اسئله الازهر تعرف تحل ان شاء الله معظم الاسئله اللي في اي كتاب، بس تلتزم باللي بقول لك عليه. طيب تطلب الكتاب ازاي؟ الكتاب يا شباب متوفر على بوك ستور، لينك طلب الكتاب يا شباب هيكون موجود ان شاء الله فوق الفيديو لو انت على الفيسبوك، او في الديسكريبشن تحت الفيديو لو انت على يوتيوب، او ادخل على بوك ستور على طول هتلاقي الكتاب موجود باذن الله، تقدر تطلبه بكل سهوله يوصلك لحد البيت ان شاء الله. وفي مفاجاه كده هتبهركم، يعني سيكا هسيبك تعرفها لوحدك لما الكتاب يوصل لحد عندك ان شاء الله. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.